أليسون بيكر حارس ليفربول يصنع الحدث في ملعب نادي ويست بروميتش ألبيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يدخل التاريخ بإحراز الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 94 بعد أن كان متعادل ليفربول مع ويست بروميتش ألبيون بهدف مقابل هدف. يتقدم أليسون بيكر الحارس ويحرز هدف استثنائي بكل تفاصيله. أليسون بيكر آخر الثواني يهدي ليفربول الفوز بهدف من رأسية رائعة يقرب ليفربول أكثر وأكثر من الاشتراك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. فرحة هستيرية من لاعبي ليفربول ومدرب ليفربول. طبعا محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. قولوا لنا رأيكم في لقطة تقدم أليسون بيكر وإحرازه هدف الفوز لليفربول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده أيضا الفيديو ده وتعمل لنا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو. إلى اللقاء.